بسم الله الرحمن الرحيم. سمات الأدب في العصر العباسي. في الشعر مالت الألفاظ إلى السهولة واتجهت المعاني إلى العمق، ولكن من حيث الخيال كان بسيطا واضحا، فأصبح صورة معقدة مسايرة للحياة الجديدة التي شابهها التعقيد الناتج عن تمازج الحضارات ببعضها. أما في الصور والمعاني فمال الشعراء إلى التفنن في الصور والمعاني، وغلبه جانب الصنعة ونحو العاطفة جانبا، وتطرق الأدباء إلى موضوعات جديدة أملاها عليهم العصر، ويتضح ذلك في فن الاعتذار. فقال الشاعر: فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب، وذلك بعد تهديد النعمان له ببعير أجرب دهنوه بالقار، ولذلك فالناس يهربون منه خوفا من عداوة النعمان. الأسلوب الجديد في الشعر. اعتمد الأسلوب الجديد في الشعر على التزاوج بين الفكر والمعاني، شيوع طرف الحياة، فرقت اللغة، استحداث موضوعات جديدة مثل وصف الدور والقصور والحدائق ومجالس الله، وتطور الموضوعات التقليدية كالغزل والمدح والفخر والهجاء. يبقى ما هي الأغراض الشعرية القديمة التي تطورت؟ هي الغزل والمدح والفخر والهجاء. إلى هنا ينتهي درس اليوم. أمل أن نلقاكم بدروس أخرى نفهم نتعلم ببساطة.